النهارده كان في واحد من الاخبار المهمه اللي يمكن كان ليها صدى كبير في الاوساط السياسيه، وهو العفو الرئاسي اللي صدر صباح اليوم عن زياد العليمي، احد الشباب السياسيين ضمن يعني قوائم العفو الكثيره التي تم الافراج عنها خلال الفتره اللي فاتت. راي حضرتك في هذا الخبر وانطباعك عنه؟ احنا الحقيقه بنتقدم الى فخامه السيد رئيس الجمهوريه بكل الشكر، يعني ليس هذا هو العفو الاول، مجموعه من العفو الرئاسي صدرت سابقا استجابه للقوى السياسيه والقوى الشعبيه، والدوله المصريه بتفتح ذراعها لابنائها كلما امكن هذا، يعني بما لا يتعارض مع الحفاظ على ثوابت الدولة المصرية. مسألة العفو الحقيقة بنستحق أن احنا نتقدم إلى فخامة الرئيس بكل الشكر، وأيضا ليست المسألة الوقوف عند حد العفو وهي أداة تحفيزية أن تستعيد الدولة أبنائها كمشاركين فاعلين مساهمين في تقدم هذه الدولة، الأهم أيضا أدوات دمج من تم العفو عنهم، والأهم والأهم من ذلك أن يستثمروا هم أنفسهم تلك الفرصة حتى يثبتوا أنهم من أبناء هذا الوطن الذي يحتضن الجميع. نشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، بنتمنى لك مشاركات مثمرة في جلسات المؤتمر، ألف شكر. بنشكر الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنه التضامن في مجلس النواب ورئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفيه. ده كان لقاء بيخص عدد من الملفات اللي بيتم مناقشتها اليوم داخل جلسات المؤتمر الاقتصادي في يومه الثاني، ومنها وثيقه ملكيه الدوله ودورها مع القطاع الخاص وطرح الافكار المختلفه في فكره وجود القطاع الخاص مع الدوله في العديد من المشروعات، وايضا الخبر اللي القى بصدى كبير وواسع هنا في اروقه المؤتمر الاقتصادي على كافه الحاضرين طبعا في الاوساط السياسيه، وهو العفو الرئاسي اللي صدر عن يعني الشاب زياد العليمي، واحد من الشباب اللي كانوا يعني محبوسين في قضايا خاصه بالراي، وبالتالي تتكاتف يعني ملفات الدوله والدور الكبير اللي بتقوم به في مختلف القطاعات للاستماع الى خبراء في الاقتصاد، وايضا العفو عن أصحاب الآراء المختلفة واللي كانوا محبوسين على خلفية هذه القضية. نشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ومستمرين في متابعتنا لتفاصيل اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي من هنا من العاصمة الإدارية. إلى اللقاء.